صباح الورد والفل على عيونكم الحلوة، او مساء الورد والفل على قلوبكم الجميلة حسب ما بتشاهدوا الفيديو. النهاردة حبايبي من مطبخ جيجي هنعمل مع بعض كفتة داود باشا. طريقتها سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص، وهنعمل جنبيها مكرونة اسباجيتي. يلا حبايبي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وهسيب لينك الانستجرام والفيس في صندوق الوصف. اتمنى متابعة حبايب قلبي. يلا بقى نسمي بسم الله ونشوف المكونات بتاعتنا. انا هنا معايا التوابل، بهارات اللي انا عاملاها زي ما قلنا عبارة عن ورق لوري وقرنفل وحبهان اهيت، ومعايا ملح ومعايا فلفل اسمر ومعايا قرفة ومعايا معلقة جنزبيل ومعايا بصلة مفرومة ناعم ومعايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. انا هنزل هنا كده بالبصلاية الناعمة، وهنزل بالتوابل بتاعتنا عبارة عن نص معلقة من القرفة وعليها شوية جنزبيل صغيرين وفلفل اسمر، وهنزل عليهم كمان زي ما قلنا بالتوابل اللي انا بعملها اللي هي عبارة عن ورق لوري وقرنفل وحبهان، وبطحنهم كويس ناعمين زي ما احنا شايفين كده. هقلب العجينة كده كلها مع بعضيها، هفضل اقلب لغاية اللحمة والتوابل والبصل اللي احنا حطيناهم مع بعض يتجانسوا كده مع بعض. بصوا اهي، يلا بقى نشوف احنا هنعمل ايه دلوقتي. بعد ما سبت اللحمة حبايبي حوالي كده ربع ساعة في التلاجة ترتاح، هبتدي ان انا اخد اللحمة كده اكورها، اعملها كور كده. اهي كور كده صغيرة زي ما احنا شايفين، لا دي كبيرة شوية كده، نصغرها حبة علشان تبقى كله قد بعضه. الكفتة دي سهلة جدا وبسيطة، ما بتاخدش وقت خالص، وجبة غدا او عشاء سريعة كده. وطبعا ينفع نعملها في العزومات جنب الاطباق الرئيسية. احنا هنا بنكور اللحمة اهي. طبعا انا هستمر كده في تكوير قطع اللحمة لغاية ما اخلص الكمية كلها. يلا بقى حبايبي نخلص الكمية ونرجع لكم تاني. وادي حبايبي كمية الكفتة بتاعتنا بعد ما خلصناها، كمية حلوة اهي ما شاء الله. هروح بقى على البوتاجاز، انا هنا حاطة صينية او طاسة او اي حاجة هتستعمليها، واحط فيها معلقة كبيرة من السمنة، ولما تسخن ابتدي بقى انزل بكور اللحمة بتاعتي. طبعا لازم السمنة تسخن علشان لما ننزل اللحمة تاخد صدمة وما تلزقش معانا. نهز هزة كده بالراحة وابتدي اكمل بقية الكفتة. اهو ننزل كده بالراحة كده واحدة واحدة كده، وهرجع اهز كده الصينية تاني. طبعا هزتي للطاسة ديت علشان الكفتة ما تلزقش ببعضيها وما تلزقش في الطاسة نفسها. بصوا بوسع كده لنفسي، هي ابتدت تاخد لونها اهيت. ايه رأيكم بقى في شكلها؟ جميل جدا اهيت. طبعا انا هستمر كده كل شوية اقلب بالراحة كده لغاية ما خدت لونها هي من جميع الاتجاهات زي ما احنا شايفين كده. هي كده خلاص اهي، طبعا بقلبها بالمعلقة. ودلوقتي بقى حبايبي بعد ما خدت اللون اللي احنا شايفينه ده،
هبتدي اطلعها في طبق هيت، اطلعها كده في طبق، واسيب طبعا السمنة في الطاسة عشان انا هستعملها دلوقتي في حاجة تانية. بعد ما شلنا يا حبايبي الكفتة من الطاسة، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في نفس الطاسة عشان ناخد الطعم اللي موجود في السمنة دوت. هنزل هنا في فص ثوم وهديله تقليبة كده. انا عايزة فص الثوم ياخد طعم مطرح اللحمة اللي احنا حطيناها. هنقلب كده فص الثوم تقليبة، انا مش عايزاه طبعا يبقى متحمر قوي، يا دوبك يتشوح كده في السمنة. طبعا الحتت الغامقة اللي في السمنة ديت دي مطرح اللحمة اللي احنا حمرناها. دلوقتي بقى حبايبي هنزل بمعلقة من الصلصة، هي معلقة كبيرة هيت، وهديها تقليبة كده في فص الثوم اللي احنا شوحناه. انا كده بقلب الصلصة، وهنزل بقى بالطماطم بتاعتنا. الطماطم دي متسبكه ومطلعاها من الفريزر، حتى لسه في قطع هي صغننه ما فكتش. هقلبها تقليبه بقى كده والم الحروف كده، واسيبها تغلي شويه. هنزل هنا بشويه من القرفه، وهنزل بالملح. الملح طبعا حسب الرغبه حبايبي، ما نكترش الملح لان احنا حاطين ملح في الكفته. وهنزل بشويه من الفلفل الاسمر، وهقلب الصلصه كده معانا، وهسيبها بقى تاخد غلوه كده مع نفسها. وبعد ما غلت يا حبايبي نزلت عليها بكوبايه من الميه، وهنزل بالكفته بتاعتنا. طبعا احنا مظبطين الملح بتاعنا زي ما قلنا. بصوا هقلبها تقليبه كده بالراحه. بصوا الكفته لفكت وهي بتتحمر، ولا ان شاء الله هتفك في الدمعه. بصوا جميله جدا اهيت. هسيبها بقى تاخد غلوه، ويلا حبايبي احنا هنا كده خلاص هنطفي ونغرفها. وطبعا انا هنا سلقت مكرونه سباكيتي وغرفت جنبيها كفته داوود باشا زي ما احنا شايفين كده، ما خدتش وقت خالص وطعمها جميل جدا وهيعجبكم. اتمنى حبايبي تجربوا وصفة داود باشا وتقولي رأيكم ايه في التعليقات. ويلا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، كفتة داود باشا. اشوفكم على الف خير.